السؤال الأول، كي كانت المباراة اليوم مع لبؤات الغرب قنيطرة؟ الحمد لله كانت مباراة من بعد كنا روبو، وحتى احنا يا ولينا كنا نعيشوا في الفرقة واحد الحالة شوية صعبة، لأن كتشوف الأغلبية البنات برانيين، شي مقنيطرة شي مطيطوان شي مشاوان شي مأزيلا شي مطنجة. مؤخرا ما بقيناش كنترينو مع بعضياتنا، ولهذا جبرنا صعوبة في المباراة باش ننسجموا مع بعضياتنا، وانسجام كيكون صعيب وعاد خصوصا الفتيات. وحق الحمد لله كانت أهم نقطة عندنا هي 3 نقاط، الحمد لله خديناها عن جدارة، وكان الفوز بحصة ثقيلة وكان الخصم شوية منظم، الحمد لله كان الفوز مزيان، وكان هديوه الجمهور العرائشي اللي كنشكره بزاف. وش غنقول لك أخي، إحنا كنا بحال اللي بدينا في الود العام كنا أحسن وكنا نغلبوا خولة. كيفاش الحكاية ديال 3 انتصارات 3 الهزائم 2 انتصارات؟ أوكي، 3 ديال الانتصارات حيت بدينا كفريق منسجم، فريق يجمع كل سيمانة مع بعضياته، فريق البنات دائما مع بعضياتنا كنمشيو ترينارو مع بعضياتنا كنتفاهمو مع بعضياتنا. ياك من موراها وقع لنا مشكل، وقعوا لنا اصابات البنات اساسيا، كينا شفتي لاعبه الجناح الايسر هجوم، لاعبه مدافعه، مشاونا لاعبات بزاف وكنا خسرنا، ولكن ما كنحملوش هذه الخساره هذه لينا، كان واحد شويه بعد واحد الماتش ماشي في يدنا حنايا، وكنحمل المسؤوليه ديالو المدرب كلاعبه. وحنايا هذيك الخساره 100% كنخسروها، كنقسموها 50% للاعبه و 50% للمدرب، 50% حنايا ما كانش فينا شويه النفس و 50% للمدرب، ومي كتجمع كتولي 100%. ولكن احنا الحمد لله كفريق انا كنظن احسن فريق لحد الان في دوزيام. واش كتشاطري السعيد الوطني، كتشاطريه الراي انه مازال حدود الصعود؟ حنا كنقول لك الحمد لله، انا كنعتبر الفرقه ديالي هي احسن فريق. علاش؟ لان حنايا ما عندناش لاعيبه وحده ولا مزيانه ولا جوج، حنايا عندنا اللعابه كاملين في رجلهم، وكنفتخر باللعابه ديالي بزاف. وحنايا ديك الخسارات كانوا ماديا نفسيا ومعنويا، ثلاثه الحاجات. دابا رجعنا للفوز لاننا انتصرتوا على كل بعدا واحد الحاجه ونعاودها، ان حنايا الحمد لله جينا في الود العام، جينا كفريق كنترينارو وكنتريدو مع بعضياتنا، كنا كنغلبو، كنا ماشي مضخمين. ما عرفتش واش ما بقاتش الماده، ما بقيناش كنترينارو، هادشي هو اللي اثر علينا 100%، ما بقيناش كنترينارو مع بعضياتنا، كانوا شويه المشاكل. وتينا عارف كره البلاد شويه صعيبه ماشي سهله، نعم. من ناحيه ديال بزاف جميع النواحي صعيبه بزاف، عرفتها. وكان عندنا، انا قلت لك كانوا عندنا اصابات، والمدرب واحد الماتش كيتحمل فيه المسؤوليه، وحنايا كنتحملوا في الماتشات الاخر المسؤوليه ديالنا. ولكن حنايا باقي عندنا امل كبير، حتى ان الفرق الاولى باقي ما رتحتش وعندها 19 نقطه، وحنايا عندنا دابا 15 نقطه على ما اظن، 15 نقطه هما باقي ما رتحوش، والفرق الاخرين داخلينهم عنه، والماتش اللي غادي يفتح الابواب ويبين كل شيء هو اللي ماشي ان شاء الله. اسمح لي، انتصرتوا بصعوبة على بوغاز طنجة هنا 3-2. نعم، بوغاز طنجة فريق عريق، فريق منظم، فريق عنده مكونات بزاف، عنده ملاعبيه دوليين، ملاعبيه دازو في ليكيب ناسيونال، ملاعبيه كيترينور مع بعضياتهم، باش تغلب بوغاز طنجة راه تجاورت العرائش ولا عندها وزن. دابا خولة، انا كنعتبر هذه المقابلة مقابلة قمة الأسبوع الجاي، كيفاش كتصوري انت هذه المقابلة في وسط طنجة؟ تكون مقابلة صعبة، لأن فوز طنجة وتينا عارف المباراة اللي كيكونوا فوز طنجة كيكونوا صعابين، ولكن الحمد لله حنايا بجهدنا وبجهد المدرب وبجهد المدعمين ديالنا والجمهور ديالنا، واش غنقول لك، إن شاء الله الفوز بإذن الله، وغنعملوا كامل الجهد ديالنا وغنغلبوا، لأننا حنا فريق منظم وفريق كيستحق، رغم ان الفريق الخاص حتى هو كيستحق مع احتراماتي له، ولكن حنايا الهدف ديالنا هو 3 نقاط، ان شاء الله غنمشيو لطنجه وغنجيبو 3 نقاط، وهذه هي الروح الرياضيه، وحنايا كنتمنوا الاحسن لنا وكنتمنوا لهم الاحسن لهم. وسلام عليكم، وشكرا الاخ بزاف على التشجيعات ديالك والدعم ديالك والمسانده ديالك والمتابعه ديالك بزاف، على هذا الشيء اللي كتعطيوه لكره القدم النسويه، لكره القدم النسويه كره لعبه محقوره بزاف، وكنتمنوا من الصحافه المغربيه والصحافه العرائشيه والطنجاويه وانهم يمشيو شويه الكره النسويه باش تزيد القدام، لان بلا صحافه الكره ما عادش الكره القدم النسويه بزاف،
وان شاء الله 3 نقاط من طنجة العظمى وان شاء الله الصعود. وبقي عندنا امل وبقي عندنا امل وبقي. وكنشكروا الاخ سعيد وكنشكروا جميع المكونات اللي كيعاوننا بزاف. وتحياتي للجميع وشكرا وان شاء الله 3 نقاط الصعود.